أن نرحب بكم في هذه الندوة التي تحمل عنوان قراءة في واقع الشخصيات النقابية، والتي سوف يحدثكم فيها الرفيق جواد المرخي مع تحليل مبسط لما جاء في أدبيات ومفاهيم إدارة العمل النقابي. ومن أهم هذه العناوين التي سوف يسلط عليها الضوء: 1. التشكيلات النقابية. 2. مع تحليل الشخصية النقابية منها الإيجابية والسلبية. 3. سوف يتحدث باختصار عن تأثير الحركة العمالية التي أنتجت وأسست الحركة النقابية وبعض المحطات المؤثرة في ذلك. والآن اسمحوا لي أن أعطي الكلمة لرفيق جواد ليأخذنا في عمق الندوة، فليتفضل. شكرا رفيقة، مساء الخير. في الحقيقة يعني في البداية ربما أحد يتساءل يعني لماذا هذا العنوان، وهو يعني نتحدث فيه عن الشخصيات النقابية. اشتغل. حول الشخصيات النقابية. طبعا بالنسبة لي أنا ومعرفتي يعني المتواضعة في وقراءتي في بعض الأدبيات ذات الشأن النقابي والعمالي، أصبحت معرفة الشخصيات النقابية وأيضا التشكيلات النقابية مهمة جدا أن تعرف، والسبب الرئيسي أن هي تكون يعني واضحة والحديث عنها يكون بشكل علمي أكثر من يعني التخبط في هذه المسائل. وإذا نتحدث هنا عن الشخصيات النقابية وأيضا بعض التشكيلات النقابية، هذا لا يعني إحنا نسقط على واقعنا في الوطن في البحرين، إنما هذا يعني شيء شامل تعاني منه الحركة النقابية والعمالية، وخصوصا في الوطن العربي، بحيث إنه الوطن العربي يعني غير مستقر لنمو الحركة العمالية والنقابية بشكل يعني ياخذ مجراه الحقيقي، وبالتالي تحصل أمراض كثيرة تداهم التشكيلات النقابية، ومنها أيضا تؤثر على الكوادر والقيادات النقابية. في كتاب قيم جدا للكاتب حمود عقله العتري، وهذا مؤلف كويتي طبعا، له كتاب المفاهيم العشرة في إدارة العمل النقابي، وهذا من الكتب حقيقة اللي احنا حاولنا في المنبر التقدمي منذ تأسيس القطاع أن يعني تناولنا ودرسنا فيه وحاولنا أن نفهم في أمور العمل النقابي، لأن الكويت سبقتنا في العمل العلني بشكل يعني سنين طويلة في هذا المجال. هذا الكتاب يعني يتحدث فيه المؤلف عن الحركة العمالية وتأسيس النقابات في بدايتها وطرق أيضا تأسيسها وخطوات المسؤوليات فيها وطرق إدارتها، وهذا شيء مهم. كل ذلك يأتي في الجانب التثقيفي والتدريبي والتعليمي للعمال الذين يعني يرون أنفسهم أنهم من المهم جدا يعرفون المسار النقابي الصحيح والعمالي، وأيضا لمن يريد أن يعني يدخل المعترك النقابي فلا بد أنه مطلع على مثل هذه الأدبيات. هذا لتفادي الكثير من المشاكل والأخطاء التي تداهم المعترك النقابي أو الحركة النقابية. أيضا هذا يأتي يعني الفهم لنوعية الشخصيات النقابية والتشكيلات النقابية يأتي لحماية أيضا التنظيم النقابي، حيث أنه يعني يقف على مكمن
الأخطاء وتجنبها والإيجابيات والعمل في تطويرها. طبعا التنظيمات النقابية على مستوى العالم هي لم تأتي من 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 فراغ، بل امتداد تاريخي لنضال الطبقة العاملة المرتبطة بمسيرة تطور الحركة العمالية عبر تجارب يعني في طريق النضال الشاق. الطبقة العاملة كلما حصلت على حقوق هي ليس بالسهل أن القوى الرأسمالية أعطتها وقالت لها هذه شيء هدية، إنما كل هذه المكتسبات وكلما نشطت الطبقة العاملة في أي بلد ما أكيد أنه سوف تحصل على أكثر يعني من حقوقها. عكس ذلك أيضا يحدث، يعني الانطلاقة من التحركات العمالية في البدء كانت العمل أو النضال من أجل تحسين ظروف العمل، تحسين ظروف المعيشة، المطالب رفع الأجور وبعض الحقوق البسيطة، ولكن فيما بعد وتطور الحركة العمالية تطورت مع الحركة النقابية فأصبحت المطالب ملحة بأن تكون أو تتشكل النقابات لأنه جزء معين يعني ينحصر في هذا المصنع أو المؤسسة أو الدوائر الحكومية لآخر. من خلال هاي النقابات يحدث عملية التثقيف، تحدث عملية الوعي، يحدث عملية التكامل في الأنشطة العمالية في هذا المصنع وهذه المؤسسة. أيضا من خلال مسيرة الحركة العمالية هناك بدأ الوعي يتطور تدريجيا خصوصا في البلدان المتطورة والتي سمحت بالتشريعات العمالية والنقابية أنها تأخذ دورها الصحيح وبحرية. طبعا في هذه الحالة ينمو الوعي الاجتماعي، الوعي الاقتصادي، الوعي الوطني أيضا، وما في الوعي السياسي. هناك حقيقة بعض يعني المواقف التاريخية، هي هذه المواقف يعني عمقت الوعي في صفوف الطبقة العاملة على مستوى العالم، يعني أعطتها أكثر من دفعة قوية لأنه تبدأ بعمل صحيح في مجالات الدفاع عن مصالحها وحقوقها. هني يعني صدر بعد هذا أتى الأكثر حيوية للطبقة العاملة هو بعد صدور البيان الشيوعي عام 1848 الذي ألهم جماهير الطبقة العاملة في أوروبا وأعطاها دفعة قوية ثورية من حيث التنظيم والعمل أكثر جدية وأكثر مسؤولية وأبعدها عن الحركات العفوية والجزئية. بعدين أعطاها مساحة أبعدها عن العمل القطري أو أو أو, أو الوطني، أعطاها مساحة سميناها مساحة أممية مفتوحة تحت شعار يا عمال العالم اتحدوا ولن تخسروا إلا القيود. وفي هذه الحالة يعني يعني اشتد عود نضال الطبقة العاملة في أوروبا وبدأت تناضل. من خلالها عرفت أنها تناضل من أجل ليس بس تحسين ظروف العمل، إنما هي من أجل التغيير حتى السياسي، لأن التغيير السياسي هو الذي يعني يحقق أكثر عدالة في 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 المجتمع. أيضا هناك محطة أخرى حبيت أشير إليها، ما المحطات هي اللي أعطت دافع قوي يعني لنضال الطبقة العاملة على مستوى العالم. المحطة الأخرى وهي يعني ثورة 1917 في روسيا، الثورة الاشتراكية طبعا، والتي من خلالها يعني استطاعوا البلاشفة بقيادة لينين أن يعززوا دور الطبقة العاملة ليس في روسيا إنما على مستوى العالم، وخصوصا بعد تحقيق نبوءة الماركسية بأن هناك النظام الرأسمالي يتغير من خلال أسس
النظام الاشتراكي، وهكذا يعني العملية تسير. أيضا رفيق لينين اللي هو قائد الثورة الاشتراكية الأولى في روسيا طور مسألة نضال الطبقة العاملة في شعار هناك: يا عمال العالم اتحدوا ولن تخسروا القيود. هذا في البيان الشيوعي، إنما استطاع لينين أن يقول: يا عمال العالم ويا أيتها الشعوب المضطهدة اتحدوا. وبالتالي أعطى أكثر قوة وجاذبية لنضال الطبقة العاملة وحلفائهم، يعني ما خص بس الطبقة العاملة إنما الفلاحين والمهنيين والآخر شيء. أي إنسان مضطهد هو عليه أن يتحد مع الطبقة العاملة في سبيل التغيير. وهكذا عبر عشرات من السنين منذ يعني الثورة الصناعية حتى قيام الثورة الاشتراكية في روسيا، والطبقة العاملة على مستوى العالم هي في نضال مستمر. هذا لا يعني أنه في كل العالم حدث تغيير جذري للمصالح للعمال، إنما لا. أيضا هناك يعتمد على نضال الطبقة العاملة، يعتمد على الظروف، خصوصا الأوضاع السياسية والاقتصادية لها دور. يعني هناك مراحل أيضا في كل على مستوى العالم الطبقة العاملة تعاني مثل ما هي القوى السياسية. هناك في يعني من حذرات في هبوط وفي صعود، وهذا يعتمد يعني على مجرى التاريخ. طبعا عانت الطبقة العاملة كثير في نضالها من أجل الاستمرارية والبقاء على مطالبها وتعزيز مطالبها، في ولو يختلف من قطر إلى قطر ومن قارة إلى قارة. وبالتالي يعني التنظيمات النقابية استفادت من تطور الحركة العمالية خصوصا في أوروبا والكثير من الدول الآسيوية التي يعني هي دول صناعية، ويهمها أنها حتى لو يعني دول رأسمالية إنما يهمها الاستقرار ويعني إعطاء مساحة بأن الطبقة العاملة تعمل وهي بدون خوف، بدون كذا، بدون يعني استغلال أكثر. وبالتالي أعطوا الطبقة العاملة حقوق، وأصبحت النقابات هي 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 يعني قائمة وتتطور في مجالات كثيرة، ويعني استفادت من تجارب وعليه يعني من اهتم في القضايا العمالية والنقابية على مستوى يعني العالم، يعني شخصت هي الأسباب التي يعني دائما تؤدي إلى انحسار، تؤدي إلى مشاكل، تؤدي إلى 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 ظهور يعني هبوط للأنشطة العمالية والنقابية. فبدوا يأكدون على أن من خلال يعني نشاط الطبقة العاملة على مستوى العالم هناك استفادوا من الإيجابيات، ولكن هناك سلبيات، ومنها يعني الإيجابيات عطوها ثمن وأكدوا عليها، وأيضا في تطويرها، لأن ما في شيء جامد. إحنا نقول اليوم وضعنا يعني نقاط معينة أو قانون معين، لا، بكرة نطالب في أكثر، لأن الطبقة العاملة تتطور وتحتاج إلى، إنما هناك يعني وهذا تثمين للأمور الإيجابية، ولكن أيضا الأشياء السلبية، وخصوصا ابتلت الطبقة العاملة والنقابات العمالية بشيء يسمونه أمراض مختلفة يعني داهمت الحركة العمالية والنقابية، وهذه الأمراض هي الخطيرة والتي أعاقت نمو حتى الحركة العمالية في الكثير من البلدان، وأعطتها أحيانا يعني تراجعات مختلفة. سوف نتطرق إلى بعض هذه يعني خصوصا مع دخول ال يعني أرباب العمل والحكومات والأحزاب اليمينية في إنشاء نقابات، بس هذه النقابات نسميها شكلية أو صفراء، هي فقط أن تكون وسيط يعني ما بين الطبقة العاملة وما بين القوى الرأسمالية في هذا البلد أو تلك، ولكن ليس نقابات لها القرار المستقل، إنما نقابات تعمل حسب الأوامر، حسب التوجيهات من هذه الجهات. وهذه يعني من ضمن يعني
حد يعني هذه النقابات تحد من 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 ثورية الطبقة العاملة، لأن في هذه النقابات في لا يمكن يعني بس الأفكار الوعي الصحيح في الطبقة العاملة، إن مو ضروري إن الطبقة العاملة تتحدث بأنه هناك صراع طبقي، لا ما في شيء اسمه صراع طبقي، كل شيء يأتي على ما يرام، أنت تبي تعمل تفضل هذا أجر مالك، لا توصل إلى الوعي لمستوى أعلى وتطالب في أشياء أكثر. هذه هني شنو يسوون يعني القوى الرأسمالية والحلفاء هاي؟ يحاولون أن يخلقوا عنصر وعناصر في صفوف الطبقة العاملة يعني لا 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 تحرف المسيرة الحقيقية اللي يجب على الطبقة العاملة أن هي تأخذ دورها التاريخي فيه، وبالتالي يعني يعرفون شلون يخلقون هما ما يريدون من 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 قيادات ومن من كوادر في جسم الطبقة العاملة والنقابات. طبعاً اليوم احنا لو بنقول بنشخص يعني النقابات، احنا نقول اليوم النقابات الديمقراطية المستقلة هي اليوم مطلب رئيسي، نحن نتحدث على الأقل على مستوى الوطن العربي اليوم في مصر في لبنان في تونس في وكثير من الأقطار العربية يعملون على إنشاء نقابات مستقلة، يعني القرار يأتي من النقابة، من قيادة النقابة، من العمال، وليس يأتي القرار من فوقي. يعني أهمية هذه النقابة هي البديل للنقابات الشكلية أو النقابات الصفراء، وبالتالي هذا يعني مشروع اليوم أعتقد حسب ما يعني إحنا نتابع هو مشروع اليوم بيد اليسار العربي، هذا موجود. يعني مثل هاي النقابات المستقلة الديمقراطية هي أهدافها أممية، تبتعد من القطر إلى الأممية، تعيد نفسها إلى الإطار الأممي سابقا، ويعني أهدافها في مصالح الطبقة العاملة وليس لها حدود. يعني الطبقة العاملة كطبقة رئيسية منتجة يجب أن تأخذ دورها الرئيسي حتى في القضايا السياسية، أنت لا تعطيها صفة معينة بس هذه نقابة وهذا اتحاد ناموا، يقول لك لا، طبقة العاملة يتغير المجتمع بدون ما تكون هناك طبقة عاملة واعية ومؤثرة في المجتمع المدني. كثير من القضايا التحررية أو لن تتحقق، يعني هذا شيء معروف. أن تكون هذه النقابات يعني الديمقراطية المستقلة يعني جماهيرية، تعتني بالجماهير، لا تكون نقابة بس فقط أنت شكلتها في هذا المصنع أو هذه المؤسسة من أجل خدمة هذه المؤسسة وانتهى، لا، يجب أن تكون لها دور كبير في النضال من أجل تحسين ظروف المجتمع، من أجل التغيير حتى السياسي في الحياة. إحنا اليوم نشوف يعني مثلا على مستوى مصر وعلى مستوى لبنان وعلى أن هناك نضال حيوي شوي، يعني من حق الطبقة العاملة تناضل من أجل أن لها مكاسبها السياسية أيضا والوطنية، ولا يقتصر على الجانب فقط يعني المادي أو تحسين ظروف العمل، بالرغم أن هذا الشيء أساسي وضروري، يعني أنت تحسن ظروف العمال. طبعا مثل هذه النقابات هي تكون حيوية، تدافع عن الطبقة العاملة، تدافع عن مصير الطبقة العاملة وليس تحجيمها وتقليل منها، بالعكس كل ما تطورت كل ما هناك نفس أكثر، وهذا يعني من المهام الأساسية للنقابات يعني الديمقراطية المستقلة. إنما مع هذه للأسف الشديد يعني في الوطن العربي إحنا نعرف أكثر النقابات يا هي تابعة مثل ما قلت إلى أرباب العمل أو الأحزاب الحاكمة، أو يعني تأتي حتى للأسف الشديد في نهاية المطاف اليوم يعني هناك قوى يعني غير وطنية تحاول تستحوذ على النقابات، ومنها قوى يعني عنصرية أو قومية أو طائفية، وهذا مو صحيح يعني تشكل النقابات على هذا الشكل، لأن هذا يعني من ضمن الأمراض الحاصلة، يعني النقابات تشكل على شكل طائفي أو عنصري أو قبلي أو هذا ما فيه، هذا تخطي حق الخط الحقيقي للنضال الطبقة العاملة، وجزء معين من
تحريف لمسار نضال الطبقة العاملة. هذه سميت في التشريعات هي النقابات الشكلية أو النقابات الصفراء، والتي يعني المفروض أن ما يكون لها يعني دور واسع، لكن هذا يحتاج إلى 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 قوة حليفة للطبقة العاملة بأن تأخذ دورها في بناء مثل هذه التنظيمات النقابية المستقلة الديمقراطية القوية. يعني خصوصا إذا أنت شكلت لي نقابات مثلا على شكل طائفي، بنيت عليها اتحادات على شكل طائفي، أنت قسمت المجتمع، قسمت الطبقة العاملة في المجتمع وليس في المصنع والمؤسسة، على 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 مستوى البلد، على مستوى أي كان، قتلت هني دور الطبقة العاملة الحيوي المطلوب أن تأخذه. هذه من الأمراض اللي قاعد تعاني منها يعني الحركة النقابية والعمالية على مستوى الوطن العربي على الأقل. حقيقة المشرع حدد في، طبعا أنا كل ما أتحدث فيه باختصار، يعني هناك كثير من ممكن أنت تجيب نصوص وتجيب كذا، لكن ما يحتاج، يعني المهم أنت تعطي الشيء المهم في توضيحي. طبعا انجلة الشخصيات النقابية، الشخصيات النقابية مختلفة في 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 الجسم التنظيم النقابي والعمالي، يعني وكل جهة معينة وكل قوة معينة بنت لها جزء من هذه الشخصيات كي تحفظ مصالحها وتحفظ مكانتها فيه. المشرع تحدث عن أهم شخصية نقابية اللي تستفيد منها النقابات على 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 يعني مستويات عليا، وهي سماها الشخصية النقابية القيادية المؤثرة. يعني في شخصيات نقابية غير مؤثرة سلبية، إنما هذه هو تحدث عن ضرورة وجود هذه الشخصيات النقابية المؤثرة من 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 أهداف هذه يعني الشخصية القيادية المؤثرة، هي أولا يجب أن ترتقي إلى سلم المسؤولية تدريجيا. ما يصير أنت تروح تجيب قائد إلى نقابة تحطه وهو لا يفقه في العمل النقابي ولا له صلة بالعمل النقابي ولا له أهداف لعمل النقابي، إنما ظروف معينة يعني أدت إلى أن هذا يجي في المكان، ولكن هذه حتما إن من تسكل نقابات على هالمستوى وقيادتها على المستوى غير يعني اللي نتحدث عنها المشرع يعني مؤثرة قيادات، فهذه النقابات إذا ما تنتهي تكون هي نقابات فقط صورية، يعني موجودة كنقابة ولكن ليس لها فعل وليس لها معنى. يقول إن من إيجابيات هذه يعني الشخصية النقابية المؤثرة إن هي تتكيف في نضالها وتكون مناضلة طبعاً، وتتكيف في نضالها مع في كل مرحلة من مراحل العمل النقابي تتكيف، وأيضاً يجب أن تنال ثقة يعني الجماهير ليس على المصنع وفي وسط المصنع والمؤسسة، إنما حتى على خارج المؤسسة، يعني بشكل حتى في الشارع العمالي، لأنه معني بهذه القضية ربط يعني الحركة العمالية خارج بالقضايا النقابية، وليس هناك فصل تفصل لي هذا عن هذا عن هذه منتجز نشاط الحركة العمالية. النقابات هي جزء من نشاط الحركة العمالية بشكل عام، يعني لما أنت يعني تعمل على تحطيم الطبقة العاملة معناته حطمت النقابات، تهميش الطبقة العاملة أنت همشت النقابات وهكذا. يعني هذه الشخصية النقابية اللي يعني المؤثرة هي يعني يجب أن تسخر طاقاتها في الدفاع عن المصالح العمالية وأيضا النقابية، والاهتمام بأن تتطور النقابة إلى مستويات مختلفة وتواكب المراحل المتطورة، ولا تقف عند حد معين بس، يعني أنها تأسست اليوم وتبقى على هذا المنهج إلى ما لا نهاية. القيادات المؤثرة إن كانت كوادر أو قيادات هي التي تدفع في يعني تطور العمل النقابي
والعمالي. أن تتميز هذه الشخصية النقابية بالوعي بالكفاءات وتتمتع يعني بثقافة عالية وتمتلك المهارات في الحوار في المفاوضات، خصوصا المفاوضات عندما تأتي أنت مع مسؤولين، مع مسؤولين لظرف معين. أنت إذا قائد نقابة ما تقدر تحاور، أنت أكيد خسران، ما لك حقوق أصلا تطلع في نهاية المطاف. عكس إذا كنت أنت قائد نقابي مؤثر، تقدر توضع الحجة من جوانب مختلفة. أنت يقول لك أنا اليوم في المؤسسة ما عندي فلوس أدفع لك، أنا قائد نقابي ما أنا مسؤول عنك، أنت عندك فلوس ما عندك فلوس، أنت يعني تستخدمني، عطني مبالغ اللي أنا أستحقها شهريا. يعني هذا الوقوف، ويجب أن أقف موقف شجاع. يعني القائد النقابي المؤثر أيضا ساعات يتعرض لضغوط، ساعات يتعرض إلى كثير من الضغوطات، يعني كانت يعني في العمل أو في المعيشة أو الآخر، ولكن هذا ميزة القائد النقابي المؤثر، يكون إنسان يعني عنده 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 وازع أنه يضحي من أجل النقابة، من أجل القضايا العمالية، ولا يكون أداة في التراجع. ومن أهم يعني المشرع قال من أهم ميزة هذه القيادة المؤثرة هو الحفاظ على الكيان النقابي. أنت أسست كيان، تحافظ عليه، تطوره، لا تعمل على قتله. هذه ميزات يعني. وأيضا يجب أن على هذه القيادة المؤثرة أن تبتعد عن المهاترات والشعارات البراقة والتأثيرات التي أحيانا من فترة لأخرى تحدث نتيجة لتطورات خارجية أو عفوية لتحركات عمالية أو جماهيرية. أنت هنا عليك أن تحافظ على الكيان، على النقابة. هذه من يعني من صفات الشخصية القيادية. وأيضا يجب أن يكون لها مشروع نضال، مشروع نضال في سبيل الدفاع مثل ما قلنا عن قضايا العمالية. أيضا المشرع يعني حدد شخصية سماها الشخصية الاجتماعية، وأكد على ضرورة هذه الشخصية الاجتماعية أن تتواجد في التنظيم النقابي. يعني النقابة ما هي تدار من الأعلى وبس، هناك كوادر مختلفة يجب أن تكون يعني متنوعة في الجسد النقابي على أساس يمشي صح. هناك مسؤوليات. يقول بأن مثل هذه الشخصية النقابية الاجتماعية هي التي تلعب الدور الحاضن لكل العمال في المصنع أو المؤسسة أو الشركة لآخر شيء، بحيث أن يوكل لها المهام من قبل النقابة وإدارة النقابة في خدمة العمال والموظفين أو المهنيين لآخر شيء، لأنها تتميز بقوة الربط بين الكادحين و أهداف النقابة. النقابة لازم تكون لها أهداف حقيقية، مع استقطاب العاملين لتأييد خط النقابة والانخراط في عضويتها والدفاع عنها في كل الأحوال. هذه مهمة، يعني المشرع قالها كذا. أيضا أكد على ضرورة أن النقابة فيها الشخصية النقابية الإعلامية، الشخصية النقابية الإعلامية، وفصل لها، حط لها مقومات. يعني تكون وظيفتها هي الربط والاتصال بالجماهير بكونها شخصية تلم بوسائل الاتصال والإعلام، مما يعني يجعلها شخصية قادرة على توجيه الجماهير وتأييدهم للنقابة، وهذا من خلال توصيل الرسالة الإعلامية الصحيحة للعمال، إن كانوا على مستوى المصنع والمؤسسة أو حتى خارج يعني المؤسسة. ومن أجل لملمة يعني القواعد العمالية، طبعا هذا في هذه الشخصية الإعلامية لازم يكون مطلع على قواعد وأنشطة وأعمال وأدبيات الحركة النقابية والعمالية. هذا مهم جدا، يعني هذا الشخصية يجب أن تتميز بهكذا. أيضا
الشخصية الإعلامية هي مسؤوليتها عن يعني إصدار البيانات والتصاريح الصحفية وفي سبيل تحقيق المصالح يعني للنقابة في الداخل والخارج. هذا مهم من في الشخصية الإعلامية سميت هذا يعني. أيضا عطى يعني شخصية نقابية عطاها اسم يعني صفة الوعي، مهم جدا في التنظيم النقابي الجسد النقابي أن تكون هناك كوادر وقيادات واعية واعية جدا. يعني هذه توكل لها مهام يعني في وسط التنظيم أن تعالج القضايا بأسلوب علمي لأنها واعية، يعني تتمتع بهذا الوعي يؤهلها ان يعني ان هي تاخذ يعني دور قيادي فاعل في وسط النقابه. هذه الشخصيات النقابيه الواعيه هي تستطيع ان تشخص كل مشكله بدقه من خلال قراءه دقيقه تعتمد على اسس من القواعد للمعلومات الصحيحه، يعني مع مراعاة لكل موضوع وظروف، خصوصا إذا كان هذا مطروح للنقاش مع 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 يعني فرصة التحليل. يعني هذا النقابي يجب هذا يعني الكادر النقابي الواعي عنده يعني إمكانيات التحليل السليم، يعني يعني ويستطيع من خلال الوعي أن يقنع الآخرين العمال وغير العمال والمسؤولين بما هو يعني يطرح، خصوصا المسؤولين في الإدارات والجهات التي يتحاور معها. انت لن تفتقد للكادر والقيادي النقابي في النقابة، معناته انت لما تتحاور مع بشخصيات غير واعية هذا لا يمكن تكسب الرهان، هاي تمشي يمشونها عليها، يعني حقوقك كلها تنتهي. يعني هذه يعني الشخصية الواعية أنت تستفيد منها، خصوصا إذا يعني كانت المواضيع متعلقة مثلا بمطالب عمالية شوي تكون حساسة منها، ربما مسيرات إضرابات متعلقة بظروف صعبة للعمال نتيجة لقرارات ربما ليس في صالح النقابة وليس في صالح العمال، وبالتالي هني لا تتخذ يعني هذه الشخصية قرارات ارتجالية أو متهورة، إنما يعني الشخصية الواعية في هذه النقابة هي الأمان للنقابة. أيضا يعني تحدث عن ضرورة وجود الشخصية النقابية الفاعلة، لأنه أنت مو بالضروري تجيب لك كثيرين بس كل أعضاء، يعني خلي النقابة فيها 100 عضو، لكن تحتاج النقابة إلى عنصر حيوي. الشخصية النقابة الفاعلة هي العنصر الحيوي الذي يتحرك يعني في 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 وضع حلول مناسبة، يتحرك في صنع القرار من خلال يعني بدقة، من خلال يعني دراسة وليس قرار عشوائي. يعني هذه الشخصية يعني الفاعلة تشخص كل حدث وهي اللي تأثر فيه، تشخص الحدث وهي اللي تأثر فيه ولا يؤثر فيها الحدث. هذا من ضمن الصفات اللي أعطاها المشرع لهذه الشخصية. أيضا جعل كل ما يحدث من مشاكل وكذا هو ليكون المحاولة اللي يكون في خدمة النقابة، في خدمة أعضاء النقابة، في خدمة الجماهير العاملة، من خلال طرح مبادرات مختلفة للمراد منها هي تحقيق الأهداف، وأيضا يجب وضع يعني تخطيط مدروس ومن خلال معرفة كل المطالب بدقة والعمل عليها بشكل يعني جيد، بعيدا عن معالجتها باستهتار، إنما معالجة كل قضايا بمرونة مع استخدام كل السبل احنا نسميها الدبلوماسية، بعيدا عن المؤثرات
التي لا تعطي نفعا. يعني إن مثل هذه الشخصيات التي ذكرتها، هناك أخرى بس هذه أنا أعتقد مهمة جدا، هي فعلا يعني يحتاجها التنظيم النقابي، وإن لم تتوفر فإن يعني قيادة النقابة يعني يسمونها غير مكتملة. إذا مو على المدى الآني، على المدى المتوسط وعلى المدى البعيد، تطلع دائما السلبيات في المدى البعيد. يعني الزخم في البداية تشكل نقابة، في زخم قوي لكن فيما بعد هنا يعني يصير مشكلة. طبعا هذه من يعني الشخصيات النقابية الجيدة اللي أشار عليها إشار إليها يعني المؤلف. حقيقة هنا شخصيات نقابية أخرى حذر منها، شخصيات نقابية أخرى حذر منها، وهذه من ضمن أيضا المفاهيم. منها الشخصية النقابية سماها بالمنفعلة التي لا تركز جيدا. مثل هذه الشخصية النقابية تستجيب للأحداث وتندفع معها بعواطف وبشكل تلقائي عفوي بدون يعني الرجوع إلى قراءة الحدث أو الموضوع أو القضية، وبالتالي تخلق مشاكل إلى النقابة أو التنظيم النقابي. يعني هذه المنفعلة لا ترتقي إلى التحليل الأمور بدقة، عكس الشخصيات النقابية الأخرى، مما يعرض يعني هذه النقابة إلى مشاكل نتيجة للتناقض الذي يطرح من قبل هذه الشخصية المنفعلة في كل يعني المجالات، خصوصا إذا اتخذت قرار يعني فوري بدون دراسة وبدون معرفة بدون دراية، وبالتالي وضعت النقابة في مشاكل عديدة، ونهاية المطاف تؤثر على النقابة، تؤثر على أعضاء النقابة، وتؤثر على العاملين في وسط المصنع أو المؤسسة. أيضا حذر من شخصيتين، هي الشخصية المتهورة والشخصية الفوضوية. الشخصيات النقابية المتهورة والفوضوية هذه لما ترتقي إلى سلم أعلى في النقابة هي تشكل خطر، تشكل خطر. يعني وحذرت منها يعني، وهذه النوعية هي ليس ابتلى فيها الجسد النقابي، إنما حتى الحركات العمالية ومنذ القدم وبدت مدروسة. ليش المشرع حطاها في المقدمة وشخصها وقالت يعني احذروا من هذه الشخصيات؟ لأنها نتيجة للتجارب. أخطار مثل هذه الشخصيات يعني أحيانا تتسبب بكوارث ومأساة للتنظيم النقابي، هذه من سلبياتها، وخصوصا يعني إدخال النقابة أو الاتحادات إذا هيمنت عليها هذه الشخصيات إلى 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 الخلط ما بين المصالح العمالية والحقوق العمالية والمطالب العمالية إلى يعني والدفاع عن العمال إلى 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 نعرات يعني لا أو أفكار لا تخدم العمل النقابي ولا المصلحة يعني للعمال في هذه المؤسسة أو هذه الشركة. وبالتالي حذر من هذه الشخصيات بشكل أن يجب أن لا تأخذ مكانتها، وإن وجدت يجب أن ما تأخذ مكانتها، وهذا يعتمد على نوعية الوعي في هذه النقابة أو تلك، وعي العمال نفسهم، وعي المهنيين نفسهم، يعني أمنون النقابة على عنصر في هذه الميزة، هذا الشيء خطير جدا. أيضا من أخطر الشخصيات النقابية اللي أشار إليها يعني المشرع، وهي الشخصية النقابية الانتهازية، حطناها ما بين قوسين. حتى أضرارها بأن هذه الشخصية هي من أخطر الشخصيات النقابية إن هيمنت على التشكيلات النقابية أو الاتحادات أو لآخر. هي يعني هذه إنتاج يعني قديم حديث، هذه الشخصيات تتغلغل في كل زمان ومكان، لأن هذه هي تزرع روحها
بروح انت ما تقدر بعد تودي تفحصها في الطب النفسي هذا يعني يصلح، لا انت ما تدري فيه، هو عنده داخل نفسية، هو انسان انتهازي، انت متى تكتشفه؟ من خلال الميدان، من خلال العمل، من خلال الأنشطة، من خلال المواقف، من خلال الفعاليات. يعني هذه الشخصية قال المؤلفية أنها يعني شخصية دائما تسعى للتقرب وإلى للمسؤولين ولا أصحاب القرار لتحقيق مرضاتهم بهدف الوصول إلى مكاسب ومنافع شخصية، إن كانت مباشرة أو غير مباشرة، هذا هدفها. ثانيا تستغل العاملين أصحاب المهارات والطاقات للاستفادة منهم لحسابها الخاص، لأهدافها الخاصة التي هي تنوي أن تحققها للرقي، يعني للحصول على مكاسب شخصية لنفسها، لهذه الشخصية. ايضا من اخطر هذه يعني افكار الانتهازيه هي تسعى بطرق مختلفه من النفاق والكذب يعني لكسب القواعد العماليه والتاثير فيهم، ويقول لك بالحرف حاط هكذا لكسب رضاهم وصمتهم لتحقيق مصالحها الانيه والمتوسطه وبعيده المدى. يعني هذه خطورة الشخصية الانتهازية في الحركة النقابية أو لا، خصوصا استغلال العمال البسطاء، استغلال العمال اللي ليس لهم وعي، ليس لهم وعي. يعني هنا سهولة أنت تقدر تأثر فيه، هاي الشخصية الانتهازية تقدر تأثر في هذه النوعية من الناس. ومن أخطر المواقف للشخصية الانتهازية هي تسخر نفسها طوعاً في إضعاف الحركة العمالية والنقابية وشق الصف التنظيم للنقابة وشق الصف للطبقة العاملة على مستوى حتى الخارج، ولها أساليب مختلفة، يعني أمراض سياسية، أمراض اجتماعية، أمراض قومية، أمراض مذهبية، أمراض طائفية، هذه تبثها في التنظيم النقابي أو الاتحادات النقابية لآخر شيء، وتجعل من هذه الاتحادات أو النقابات ضعيفة، لا ليس لها يعني جوهر وليس لها مضمون، وبالتالي تبقى حبيسة هذه الشخصية النقابية، ومن صنع هذه الشخصية النقابية لا يتأثر في المجرى الحركة النقابية والعمالية، بدلا من أن تدفعها إلى الأمام هي تجعلها مريضة متخلفة لا تفي بوعودها الحقيقية، وبالتالي تصبح أنت عندك نقابات متفككة تعاني من أمراض مختلفة، من مشاكل حينها لا تستطيع أن تعتمد عليها، أن هذه نقابات يوما ما سوف تأخذ على عاتقها أن هي تدافع عن يعني مصالح الطبقة العاملة، ولو مشاكل تشحن البلد أبدا خبر خير على دولة المثل. فهي خلاص بدت هذه النقابات أصبحت، وهذه الاتحادات أصبحت تعمل في إطار معين لا تستطيع أن تخرج منه، خصوصا الإطار الواسع للدفاع عن مصالح العمال. واسمحوا لي بهذه يعني أنهي هذه الحلقة، وشكرا لكم. نشكر رفيق جواد على هذه الورقة القيمة، والآن نفتح مجال المداخلات والأسئلة. في أي سؤال تفضل. السلام عليكم. نشكر المنبر التقدمي على إقامة مثل هذه الندوات، كما نشكر أوجه الشكر أيضا إلى رئيسة الجلسة والأخ خليل. حقيقة في البداية يحز في النفس
لأن مثل هذه الورقة معنية بالشأن النقابي ولا نرى أي نقابي موجود بيننا، أو على الأقل موجودين نقابيين بس احنا نتكلم اليوم عن نقابات، كأن هذا الأمر لا يعنيهم البتة. الأسبوع الفائت أيضا المنبر أقام ندوة تخص شيء أساسي في القانون 36 لسنة 2012، وهو ما يخص العقود المؤقتة، ولم نرى أحدا وكأنما هذا الشيء لا يعني النقابات، بالرغم من وجود الاتحاد، يعني حيث كانت له ورقة في الندوة أيضا أو التجمع. طبعا أشكرك أستاذ خليل على جواد أستاذ جواد على السرد التاريخي للتاريخ النقابي أو للعمل النقابي، وتوصيفك لبعض الشخصيات النقابية. فعلا هذا ما جربناه خلال حراكنا النقابي وخلال الفترة الموجودة. وللأسف من يعني احنا لما نتكلم، يعني انت تكلمت عن يعني بشكل عالمي وبشكل عربي، لكن كان بودي ان اسمع عن ماذا يحدث، لان احنا اليوم ربما نكون معنيين اكثر بالطبقة العاملة على مستوى البلد، وبالتالي يعني ربما الحضور، وانا شخصيا ودي اعرف شو قاعد يصير على مستوى النقابات وممثلي الطبقة العاملة، ما هي الإنجازات؟ يعني السؤال اللي أنا أحب أطرحه، ما هو تقييمكم لمستوى أداء النقابات في البحرين والمؤسسات المنتسبة إليها إلى آخره؟ وشكرا. تفضل أستاذ. شكرا رفيق جواد على الورقة القيمة وثارة الموضوع هذا بالذات. أعتقد إحنا إذا انطلقنا من مفهوم أن العمل النقابي هو عمل نضالي أساساً، وأن قيادات النقابات يجب أن يكونون عاملين من أجل تحقيق أهداف هذه النقابة، فمن خلال هذا أعتقد ممكن نحن نوصف الشخصية النقابية، ومثل ما أنت ذهبت لها بأن شخصية مناضلة تعمل على تحقيق أهداف النقابة المتمثلة أساساً في تحقيق مكاسب العمال والدفاع عن حقوقهم بالدرجة الأولى، وعلى هالأساس لابد أن تكون ممثلة للعمال من داخل هذا العمل. موضوع بالفعل إحنا محتاجين جداً على أساس لهذا الموضوع أو لهذه الإشارة بالذات، على أساس أن إحنا بالفعل مثل ما أشار أخوي مكي مناقشتها مع ما هو ما قعدنا. أنا لا أتخيل للأمانة، لا أتخيل نقابي أو في قيادة نقابية يسكت عندما يتثار موضوع يخص الطبقة العاملة. عندنا في الوقت الحالي إضافة، هناك يجب تكون معايير. المعايير هذه تحددها سواء كانت نظم هذه المؤسسات النقابية أو نظم الاتحادات أو ما ينص عليه القانون. هل إحنا محتاجين أن نتساءل أيضا، هل إحنا ملتزمين بهذه المعايير ومبادئ النقابية في تشخيصنا إلى هاي النقابيين وعمل هؤلاء النقابيين؟ اهتمامات هؤلاء النقابيين هل هي بالفعل معبرة عن القضايا اللي تمس الحراك اليومي، أم أنه ماخذة جبر يعني جانب أو كأنما الأمر لا يعنيها؟ ممكن أنت ذهبت في التفاصيل وشي جيد يعني حقيقة، بس أكيد أنا مع رأي أخو المكي، إحنا محتاجين نناقش هل هذه بالفعل متحقق عندنا، وعلى أساس نكون أكثر صراحة لنقول ما هي الأمراض اللي تعتري حركتنا العمالية في البحرين قبل ما احنا نتحدث عن الآخرين. نحن نرى في الوقت الحالي هناك كثير من التراجعات، أثيرت كثير من القضايا حول بعض الممارسات سواء كان من نقابين أو من اتحادات، ما هي أسبابها؟ هل التزام النقابيين بالمبادئ والأعراف النقابية هل هو متوافق مع ما تجربة أو الحركة العمالية العالمية، أم أن هناك في تجاوزات
لا تمس او لا تنتمي الى الحركه العماليه. اعتقد هذه كلها احنا محتاجين نسلط عليها الضوء على اساس نقول احنا رجونا في وين. اذا لم نتحدث عنها بصوره صريحه كانما احنا لا يمكن نعالج الواقع. هناك في تراجع في الحركه العماليه البحرينيه، ما في روح تعال، لا ما حد يقدر يغطي هذا الموضوع. هناك مشاكل كثيره، هناك صراع داخل النقابات على الرغم من ضعفها. لنكون صريحين، انا لا اعرف ما يدور، انا يعني لا اعرف شلون وش اسمي ما يدور عندما تكون يعني الصراع ما بين النقابين داخل انفسهم وداخل النقابه الواحده اكثر من الصراع بينهم وبين صاحب العمل. شنو اساسهم عندما تكون هناك مرور بكل ما تمر فيه القضايا العماليه وكانما النقابات لا يعنيها، لا نسمع عنها، لا اصدار. عندما تحدث اصابات عمل في داخل الشركه ويصابون عمال وهذا والنقابين دلين كانما الامور ما يخصهم مع انهم يدعون ليل نهار انهم مثلوا العمال. يعني هذه خلنا نقولها بصوره مباشره، يعني ما اعتقد ان هناك عذر الينا احنا اذا ما نقولها بعد ايضا. شكرا. رفيق ابو السمر، ابو السمر، ابو سمر. عموما مكي طرح سؤال وهو حقيقه هو مربط الفرس. الواقع النقابي الموجود في البلد واقع ممزق مشرذم، الطبقه العامله ممزقه ايضا، وهذا ينعكس على العمل النقابي. هذه التجربة حقيقة يعني عملية الانقطاع في العمل النقابي لا نريد أن يتكرر مثل ما انقطع في العمل السياسي. البرلمان لما انقطع في 75 وعيد تأسيسه وعيد يعني بناء الحياة النيابية في 2002، تجربة ذي فقدناها. الآن الخلية الوحيدة الموجودة في العمل داخل البلد في الحراك بس العمل النقابي. جميع الجمعيات حلت والتراجعات إلى نهاية وكثير من الأمور تراجعت، المواطن يعاني وإلى آخره وإلى آخره. بقى عندنا العمل. أنا أتمنى الآن من خلال تجربتنا في العمل النقابي النقابيين أن يحافظوا على هذه البنية حتى بسلبياتها. المهم أن هي لا تنقطع، القصد أن لا تنقطع، أن لا تتوقف، أن لا تنتهي، أن لا تصبح إلى زيرو. طبعا يبقى مهمة الكادر النقابي في الاتحاد ولا يعني اللي على عرش القيادة النقابية الآن، هم يفكرون بشكل دقيق الآن كيف تنمو الحركة النقابية من جديد، كيف نحافظ على هذا الكيان. أولا يجب أن ندرس التجربة النقابية بشكل صريح ونناقش سلبياتها وإيجابياتها، نستفيد من الإيجابية والتخلص من السلبية. عدم زج العمل السياسي بالعمل النقابي، هذه التجربة علمتنا إن, 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 إن يعني انتحار للعمل النقابي عندما يزج العمل السياسي بالعمل النقابي. هذه حقيقة أحد المشاكل اللي واجهتنا في المنعطفات السياسية كلها، صراع وأدى إلى وصول شخصيات نقابية غير مؤهلة وغير فاعلة وغير ناضجة لأنها مرتبطة بسين وعين من التيارات، وهذه مشكلتنا. إذن يجب دراسة التجربة بشكل جيد والاستفادة منها بشكل جيد، ولا يضر النقد والنقد الذاتي مهم جدا. بناء الكادر النقابي، نبني كوادر. خلينا نستفيد من خلينا نقول من الضوء اللي يطلع من ثقب إبرة.
في الواقع الموجود الآن، لنفترض أن عندنا ضوء بسيط وهو ضوء من ثقب إبرة، نستفيد منه في داخل العمل ونبني، أن نخلق ثقة بيننا وبين يعني الأرباب العمل. أنا لما أكون في العمل نغابي أرباب العمل يتخوفون منه بشكل رهيب، هاي من تجربتنا، يعتبروننا كأن احنا يعني داخل المؤسسة نحارب، ووجودنا من أجل إنهاء المؤسسة. وأنا دائما كانت في لقاءاتي لما كنت أمثل نقابة مع أرباب العمل دائما في الافتتاحية أقول قضية النقابة هذه ليست من أجل العرف السابق القديم اللي كان مخذين عنه فكرة أن النقابة هي تدمر المؤسسة وتنهيها وتحاول إضراب ونحاول، لا، العمل النقابي قلت لهم الآن عمل ذو رؤية جديدة، ذو استراتيجية جديدة، ذو مفهوم جديد. العمل النقابي يضع يده بيد مع أرباب العمل لرفع المستوى الإنتاجي ومستوى الأرباح ومستوى هذه المشاكل الموجودة داخل المؤسسة. أقول لهم لا تتحقق إذا إحنا ما نحط يدنا بعض، ولذلك لنبني المؤسسة من خلال العمل النقابي. شكرا. الحركة العمالية اللي في البحرين، واحد يتألم يشوف الأشياء اللي موجودة بالنسبة حق الشركات. يعني أول تحس إن العمال مترابطين ترابط عدل، سواء يكون في مستوى العمل أو برا. يعني آخر أيام يعني أنت تشوف الحركة العمالية، مو القبلية، الحركة العمالية كان لها دور قوي على مستوى البحرين. أنا أتحكي عن البحرين، كان قوي، وصلت لدرجة أن عامل ينفصل من العمل ما حد يدري عنه، أي مشكلة صيدة ما ينتج حق النقابة، لأن النقابة ما معطينا أي أهمية على مستوى الشركات العودة الموجودة في البحرين. كان شيء اللي مو بعدل، تصادم بعض، هاي نقابة وذي نقابة. أول ما كان هالشكل، حتى لو كنا نختلف معاه، لكن ما توصل لمرحلة أن أنا أتجاهل العمال. ما في شيء اللي احنا نشوفه في وقت الحاضر، التأثر تشوف الطبقة العاملة ما معطينها أي أهمية بالنسبة حق الشركات، ولا مفتكرين في أي شيء، أي عامل يشلونه، أي نقابي، هذه وين صارت؟ خذ مثل بالنسبة حق الأوادم اللي يقدمون حق أشغال، النقابة ما لها دور، توقف مال هدور، توقف تقول لهم ليش ما خدتوهم هاي عمال بحرينيين؟ ما كان في نسبة الأجانب، يعني يات أيام يوم أيام النقابات احنا نقول مثلا نسبة الأجانب وايد، العمال تدخلون، النقابة تدخل توقف عن العمال، تخلي محلهم بحرينيين. احنا نسبة الأجانب في البحرين في كل محلات أكثر من العمال، المفروض العمال تكاتفون وحطون يدهم في بعضهم بعض. العمال بتنفرقين، وصلت لمرحلة ان حتى نقابي يشيلونه من محله ويدقون به، ما حد يتكلم معاه. اول كانت حتى الصحف ما قاعده تكتب، اول عمال تلقاهم يعتصمون في ادنى، ما حد يتفقون على راي واحد، تلقاهم وين موجودين، تقول له باكر الساعه هالقد تشوفه موجود، بدون ما كان في تليفونات، كان بس في اتصالات، وتشوف العمال يلتمون. احنا قد ما نقدر لازم نلم العمال في اي منطقه بالنسبه حق البحرين، ترى إذا احنا وصلنا لهالحد احس ان العامل ما له قيمه كلش. يعني لا، يعني ما ينزل راسه، احنا ما نبي عمالنا ينزلون راسهم، العامل لازم راسك دائما فوق، ما تنزله. وصلت مراحل عند العمال مو كفو واحد مسؤول يهين عامل والعمال يدرون به. شكرا.
شكرا للأخت الرئيسة، والشكر أيضا موصول للأخ جواد على هذه الورقة النقابية القيمة اللي يعني أوجدت شجون وهموم نقابية وعمالية. فأيضا نشكر المنبر التقدمي على هذه الندوات الهادفة لإيصال رسالته إلى الشأن المجتمعي في هذا البلد، وخاصة الحركة العمالية وعمال البحرين. يعني الوضع النقابي طبعا لابد في البداية يعني تحية إجلال وكبار لكل المسار النقابي في الحراك العمالي في البحرين وفي الوطن العربي على نضالهم في هذا الأوضاع المأساوية في الوطن العربي أمانة. لذلك يعني لهم كل المكانة والتقدير في كل خطواتهم من أجل الارتقاء بالحراك النقابي وبالحركة العمالية العربية. وأيضا البحرين لا يعني ليست بعيدة عن هذا النضال، وكانت لها تقاطعات كبيرة أيضا في كل المحطات في الإصلاح السياسي. كان الحراك النقابي والعمالي أيضا لدور في إيجاد مكانته الحقيقية من أجل الإصلاح ومن أجل أيضا الشراكة في صنع القرار الاقتصادي الاجتماعي. فالتداخل العضوي بين الحراك السياسي والحراك العمالي كان يعني في لا كل المكانة، وتمنينا أن أيضا يكون له الدور يعني المستمر في العطاء من أجل تنمية هذا البلد وتطويره. إلا للأسف الشديد التراجعات أثرت بشكل كبير. لذلك أنا أقول يعني، وهذه يعني أتت أيضا من خلال مصطلحات دولية، لا يمكن أن تنمو حركة نقابية عمالية يعني إلا في مناخ صحي من الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان. وهذا للأسف يعني الآفة الكبيرة في وطننا العربي وفي البحرين أيضا. ومن ثم إحنا كأطراف إنتاج ثلاثة، هل طرفي الإنتاج يعني متعاونين مع الطرف العمالي النقابي؟ هل هم أوجدوا الدور الأكبر بين أطراف الإنتاج؟ إحنا قيمنا كنقابات وكعمال تختلف عن أصحاب العمل. القيم والمبادئ العمالية يعني واضحة وصريحة في كل مخاطباتها للطرف أصحاب العمل أو حكومة كصاحب عمل. أيضا القيم في الديمقراطية، في العدالة، في عدم التمييز، في المساواة، في الوحدة، هذه القيم لا تتواجد عند أصحاب العمل. قيمهم معروفة أنهم البحث عن الأجور المتدنية والعمال الرخيصة والإبداع وكذا. ولا يمكن على أن يكون هناك شراكة مثل ما تفضلوا الأخوان إلا إذا يكون هناك حكم عادل وهو الطرف الحكومي. إحنا للأسف الشديد لدينا حكومة لا تحترم مبادئ الحقوق والحريات النقابية. إذا رجعنا لتشريعها في قانون العمل، هذا اللي نتكلم عنه ودائما نصوت بصوت عالي بأن الفصول الثلاثة في الأمور اللي تعني الشأن العمالي والنقابي فيها انتهاكات للمبادئ الحقوق والحريات النقابية. المنظمة العمل الدولي أوجدت إعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل. الحكومة لم تصدق على الاتفاقيتين. لو صدقت على الاتفاقية 87 المعنية بالحرية النقابية وحق التنظيم والدليل على منع الحق النقابي في القطاع الحكومي وخسران الحراك النقابي في هذا البلد أكثر من 52 ألف موظف يجب أن ينخرط في الحراك النقابي. وأيضا الاتفاقية المعنية بالتنظيم بالمفاوضة الجماعية، يعني هذه لو رجعنا للفصول الثلاثة كلها لا تتعارض مع هذه الاتفاقيتين. يعني هذه المسائل مهمة في إيجاد الشراكة الحقيقية بين أطراف الإنتاج الثلاثة. متى ما تساوت وبدأ هذه الشراكة في صنع القرار الاقتصادي الاجتماعي، تأتي الآن التحديات اللي تتفضل بها الأخ جواد وبيّن أن هناك تحديات ذاتية تنكشف بشكل يعني سريع بين في الوسط العمالي والنقابي وإقصائهم إذا في مسار هذه الانتهازية وكذا. ولكن كثير من يعمل على هذه العناصر، يا جانب يكون حكومي يا جانب أصحاب العمل، في إيجاد بعض العناصر اللي تفضلت بها كشخصيات انتهازية في داخلها. لذلك احنا يعني كرسالة من خلال المكانة المنبر التقدمي والرسائل العمالية موجودة الآن، يعني على أن تصل بأهمية الوحدة والتضامن والقوة العمالية الحقيقية في المسار النقابي، لكي تكون هذه النقابة قادرة على أن تكون شريكة في التفاوض الحقيقي وفي صنع القرار الاقتصادي الاجتماعي. شكرا. رفيق فاضل. في البداية الشكر للرفيق جواد،
الشكر إلى الرفيقة إيمان مديرة الندوة. وأضم بعد قبل لا أبدأ في مداخلتي أضم صوتي إلى الأخ مكي في مسألة أن حين فعاليتين يعني نظمهم تقدمي تتعلق بالعمال والنقابيين تحديدا يعني أو ندوة العقود اللي هو عقود العمل المؤقتة وهذه الندوة عن العقود العمل المؤقتة كنا نتمنى مزيد من الممثلين النقابات والاتحادات المتواجدين لأهمية هذا الموضوع يعني وإضافة إلى ما طرح الرفيق جواد اليوم. نبدأ في يعني أبدأ في المداخلة الحقيقة الموضوع الرئيسي ما يتعلق بمسألة اللهو العمل النقابي هي مسألة الوحدة النقابية والوحدة العمالية. هذا الموضوع جدا مهم يعني هذا الشعار لم يرفع عبثا شعار يا عمال العالم اتحدوا يعني هو صحيح يعني على صعيد العالم هو حتى مثل ما نقول يا عمال البحرين اتحدوا. وحدة الحركة العمالية هي اللي لا تريدها لا دولة يعني قصدي لا حكومة ولا أرباب عمل ولا قوة انتهازية يريدون العمل على تفتيت الحركة العمالية ووحدتها لأن الوحدة تكمن فيها القوة. الوحدة هي اللي تعطي قوة للتفاوض مع أرباب العمل أو مع حتى الحكومة لفرض شروطك وفرض مطالب الحركة العمالية. في غياب الوحدة تضعف الحركة العمالية. حتى لما طلع قرار مسألة التعدد النقابات في أكثر من جهة حكومية صحيح هو كمبدأ سليم وجيد في ظل هذا العالم المتعدد وده ولكن حتى على صعيد البحرين كان في تخوف وكثير في هذا المكان احنا حذرنا منه وقلنا بالحرب الواحد والعديد من النقابين حذروا وقالوا على أهميته كذا ولكن راح يستفيدون منه قوة لتفتيت الحركة العمالية وليس لتقوية الحركة العمالية. يعني لما توجد نقابتين أو ثلاث في موقع عمل وفضل حتى أوضاع عمالية صعبة ومعيشية صعبة تريدها كذا حتى فيما بعد يسهل ضربها جميعا مثل ما جرى من الآن في ألبة وما وين النقابة ألبة وين النقابة الثانية وين دورهم في واقع سيء الآن تعيشه البحرين من الناحية الاقتصادية والمالية. يعني العمال كان لهم دور كثير كما حتى شعبنا يعني لما صارت أحداث أو انتفاضة مارس 65 شنو أسبابها؟ أسبابها فصل العمال فصل العمال بابكو اللي بدأوا بمجاميع يعني 300 أو 500 إلى ما وصل إلى 1500 مجموعهم فيما بعد شعبنا انتفض يعني في كل مدن وقرى اليوم من ينتفض له لو تم فصل عمال بأعداد كبيرة مثل ما يطرح مثلا في طيران الخليج أو غيره من الشركات من اليوم مستعد بالفعل يتضامن مع هؤلاء العمال. أسئلة تنطرح هل الاتحادين قادرين الآن يوقفون هذا المشروع الرهيب اللي هو تسريح العمال من طيران الخليج إذا ما نقول إحنا القوة السياسية العمال بحكم دور الاتحادات في الدفاع عن المصالح وحقوق العمال. الوحدة العمالية هي المطلب الرئيسي يجب تتكرس هذه الوحدة. الآن في قضايا معيشية مهمة وين دور الاتحادين يعني أنا ما أحمل يعني مسؤولية لأي اتحاد واحد بل المسؤولية على الاثنين على النقابات كل ما يقوون تقوى النقابة يكون دورها فعال وقوي في داخل المؤسسة أو الشركة وتستطيع تفرض شروطها على المؤسسة وكل ما يبدأ فيها الخلاف ويزداد تستطيع أو أرباب العمل والجهات أخرى تنهج في جسدها حتى تستطيع ضربها يسهل ضربها يسهل كذا. لذلك على العمال أنا أعتقد من جديد نأكد على مسألة وحدة الحركة العمالية هذا الشعار اللي كان يدوي في المظاهرات كان وأنا أتذكر يعني رفيقنا لازم نعيد ذكره هذا رفيقنا اللي هو جليل كان يصرخ بقمته يعني يصرخ بقوة الوحدة الوحدة يا عمال وهو يعني يلفظ أنفاس الأخيرة كان هذا الشعار يردد بقوة وهو حقيقي وليس شعار عبثي شعار واقعي وحدة الحركة العمال وهم العمال الناس اللي يجب ما يتلوثون بلوثة اللهوة الطائفية أو القبلية هم لهم مصالح في إطار الشركات أو المؤسسات. لذلك أنا أقول من جديد الوحدة العمالية جدا مهمة. شكرا. تفضل.
السلام عليكم. السلام عليكم. أول في البداية أشكر المنبر التقدمي على هذه الندوة. الأستاذ جواد مداخلة جدا ممتازة، بس حيرتنا في مداخلتك. في البداية الاسم جدا رائع، شد انتباهي لدرجة أن جيت أنا من سبر لأني أنت راح تتكلم عن الشخصية النقابية وموضوع جدا مهم وحساس. فسرت في النهاية في البداية مفهوم النقابة، وضحت مفهوم النقابة بالكامل، بس ما فهمنا من هو النقابي. هل هو كل من يشتغل في الشأن العمالي يسمى نقابي؟ وهذا الأخوان ضاعوا في أن لما ذكرت كريزما الشخصيات الإيجابية في النقابات، وأيضا صف وصفت الأشخاص المنتهزين بالنقابيين، فقلت النقابي المنتهز، النقابي النقابي النقابي، فضاع مفهوم النقابة. الإضافة السؤال الثالث في الخاتمة، ما ذكرت ما هي الآلية أو الحوكمة اللي تمنع وصول أشخاص من هذا النوع إلى الصدارة، حتى لا يكون لغط بين النقابيين اللي ذكرتهم في البداية كقائد وكواعي و وأيضا يكونوا النقابيين كمثل ما ذكرتهم، مع أن أنا ما أقدر أسميهم نقابيين، قد يكونوا مشتغلين بالشأن العمالي ولكن مستحيل يكونوا نقابيين. المشكلة أن من ينتخب هؤلاء هم النقابة، لأن لم تبين يعني لم تبين الدراسة شخصية النقابي، أساس حتى النقابيين عندما ينتخبون أشخاص يعلمون هل هو مشتغل بالعمل يعني النشاط العمالي أم هو نقابي. وهذه فقط سؤال أسألك يا أنا الآن، ما هي الآلية والحوكمة اللي أنت تقترحها من خلال الدراسة أن لا يصل شخصيات مثل ما ذكرتهم إلى المنصة؟ لأن الأمانة ما وصل إليه الحراك العمالي ليس بسبب المبنى ولا بسبب الجهات الأخرى، ومن وصل إلى هذا المنصات هو من انتخبهم العمال، لأن العمال أساساً مو واضح أمامهم من هو النقابي حتى ينتخبونه. وشكراً. أنا عندي بس مقارنة بسيطة يعني بين الهجوم اللي قاعد يصير على أعضاء البرلمان وتعريتهم في وسائل التواصل وفي الجرائد، هجوم شرس، في حين ان ما نشوف مثلا هجوم او نقد مثلا بناء للشأن العمالي اللي يمثلهم منه الاتحاد العام والاتحاد الحر. انا استغرب جدا يعني حتى في بعض الصحفيين مثلا شغلتهم بس هجومهم على البرلمان، احنا مصيبتنا بس مصيبة البرلمان، يعني احنا عندنا بعد الاتحاد الشأن العمالي اللي هو يعني يخص يعني الطبقة العاملة، مع الأسف ما قاعد نشوف. ها يعني هاي أنا أتصور أحد أسباب إن نحن إن هالاتحادين، نحن لازم نطلع من منطلق الاتحاد العام، الاتحادين إن هذا الاتحادين ماخذين راحتهم، تفرغين، ما عندهم إنتاج، ما عندهم حضور حتى في الفعاليات اللي يصير هنا مثلاً أو في أي جمعية ثانية، حاطين همنا بس على البرلمان البرلمان البرلمان. فأنا السؤال اللي طرح الأخ مكري، أنا أتصور أن لازم إحنا نعمل على تعريتهم، تعريتهم، لأن هذين الاتحادين يأخذون أموال من المال العام، صح ولا مو صح؟ لهم ميزانية ولهم كل شيء ومتفرغين، ومع الأسف تفرغوا لأعمالهم الحرة ولا أشياء يعني تخصمهم بالذات، يعني يعني مو معقولة مثلاً تصير فعاليات عمالية في هالوضع المأزوم في البلد، لحين بس المنبر كم جمعية بس يسوون الفعاليات ما حد يحضر منهم، هل هم خايفين مثلا؟ فإحنا التراجعات اللي قاعد نشوفها في الساحة العمالية نتيجتها إن ما في نقد إلى هالاتحادين وتعريتهم، إنهم في مأمن صايرين والعمال صايرين في يعني في موضع خطر جدا، تفنيشات، أمور اللي قاعد تصير هذه.
فأنا أتمنى يعمل الأخ جواد يعني شوي يعمل عن المنصة هذه يدعو الاتحادين، مو بس الاتحاد العام، ونخلي الاتحاد الحر على راحته بعد الاتحادين. نحن خلاص في مرحلة جديدة في اتحادين الحين، يعني يدعو إن الحين أو يعني إذا سووا الفعالية طرشوا لهم دعوات، وإذا ما يجون عروهم هنا في الفعالية، لأن هاي بث مباشر الحين. نحن والله دعينا مثلا الاتحاد العام ودعينا مثلا الاتحاد الحر مثلا ما حضروا، علشان حتى العمال شوي يصير عندهم وعي ان مصيبه، بس مو مصيبه مصيبه سياسيه اللي هو البرلمان ما برلمان لا، يعني مصيبتهم بعد شنو ان اللي يمثلهم ما قاعد يسال عنهم، وهذا اللي قاعد يصير. والدليل ان الحين مثلا ان على كلام اخ محمد عبد الرحمن انه الثلاثي على قولتنا الحين مثلا العمال مو ممثلين، مو ممثل لان انت ما انت يعني هم المقتنعين انت ما تمثل الشارع كاتحاد او اتحادين. التجار روحوا شوفوا شلون يشتغلون، الحكومه شغلها مضبوط زين، ليش الاتحادين ما يشتغلون عدل؟ انت تبغي يمثلونك في يعني في التامينات او الى اخره في الحوار الاجتماعي، لازم يكون ثقل، لازم تراوي قوات في الشارع. انت عندك نقابات وهميه، نقابات طائفيه من الطرفين. نحن مو ندعو الى الوحده العماليه، احنا ندعو الى العمل على اعاده الوحده العماليه. فاحنا لان الطرف الاخر عدو الطبقه العامله يعرف ان ما عنده تمثيل حقيقي، خلينا نكون صريحين، ما عنده تمثيل حقيقي صريح، ما عنده ناس مضحين يبغون يضحون، فلهذا هم مستفردين طبق العاملة. شكرا. في أي مداخلة؟ تفضل. شكرا جزيلا. حقيقة أنا أحترم كل الآراء والطرح، بالعكس أنا أحس بأن يعني قدرت أثير الغالبية في الطرح، ولكن أنا لن أتحدث في هذه الندوة يعني عن واقع الحركة النقابية في البحرين علشان أنا أتطرق إلى هذه النقابة أو هذا الاتحاد أو ذاك. أنا يعني تحدثت في شيء تثقيفي، ما تطرحه المفاهيم النقابية كشيء دراسة. أنت على واقع هذه الدراسة، على واقع هذه المعلومة أنا أثرتك، وأنت قدرت تطرح أشياء كثيرة هني وهناك وهناك. يعني أنا بالعكس أنا مستعد أن نعمل ندوة تتحدث عن واقع الحركة النقابية في البحرين، وخلنا نفصلها. أي رفيق أي صديق، وخصوصا أستاذ مكي وأستاذ حسن وأستاذ محمد، يعني أنتم ناس نقابيين وعاصرتم الحركة النقابية وتفهمون أشياء كثيرة أكثر مني أنا. وأنا بالعكس أنا مستعد نجلس إحنا الثلاثة الأربعة ونسوي، مو لازم ندوة، نسوي ورشة يحتضنكم المنبر التقدمي. رقم الهاتف مالي جاهز، ليش ما نسوي؟ بالعكس صحيح، نحط عنوان مالها من الآن، واقع الحركة النقابية في البحرين. يعني هذا كريدت للمنبر وإليكم أنتم كنقابيين يعني مخضرمين. خلونا يعني إذا نتفق على هذا الشيء فعلا، أنا أتمنى في ذلك، لأن أنا ما اتطرقت إلى النقابات ولا الاتحادات في البحرين، أنا أعطيت شيء عام، وأنت من خلالها أنت تقدر تحط يعني هني وهناك وهكذا. بعدين بس يعني مو لازم أجاوب يعني صح، لأن رفيقنا صديقنا الحبيب حسن الماضي، يعني أنا في اعتقادي إن كل شخص ياخذ دور في النقابة هو نقابي. عامل أي دور ليه خارج النقابة في الحركة العمالي هذا مو نقابي، هذا من ضمن الحركة العمالي بشكل مختلف، لكن مجرد ما هو دوره
يعني في النقابة معناته هذا نقابي، وبالتالي الوصف النقابي صحيح، لكن عاد هذا كان سلبي إيجابي يعني قوي ضعيف، هو المشرع هذه قالها شخصيات نقابية وتأخذ دورها، شنو أفكارها، شنو تطلعاتها. بعدين هذا لن يأتي من فراغ، إنما هذه مثل ما قلت هو انتخبتها المجموعة العمالية وخلتها على رأس يعني النقابة، معناته هذا جاب طريقة صحيحة، هو ما اختاروا لهم يحسون بأن هذه شخصية نقابية يعني فاعلة وراح تخدم الحركة النقابية والنقابات، وبالتالي يعني إن 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 خدعهم فيما بعد يعني هذا شيء آخر. بعد يعني إحنا مثل ما قلنا الشخصيات النقابية فيها من تلعب يعني على الحبلين، ربما تدخل في الحركة النقابية اليوم فعلا في سبيل خدمة النقابة والعمال، ولكن بعد فترة نتيجة لكسبها كسب ودها من خلال المؤسسة ومن خلال الشركة وكذا وأصحاب العمل يجعلونه خلاص خطاب ماله يختلف على قولة أبو حسين الحداد، من خطاب ثوري إلى كذا إلى مناضل إلى خطاب مهادن، خطاب كلش ضعيف يهتم في مصالحه الشخصيه. واحنا قلنا في 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 يعني القياده النقابيه المؤثره اللي تكلمت عنها والمطلوبه هي احنا نبغي هذا الشيء، هذه يجب ان تكون في بدايه الامر تتمتع بعقل نضال، يعني هذا مهم. لكن هذا هو يعني نوعيه من هاي النقابات هي صعبه، يعني انا تشخيصي لا توجد نقابة في البحرين نحط عليها هذا المسمى اللي قال فيها المشرع النقابات الديمقراطية المستقلة، ما في النقابات موجودة، أنتم تعرفون أكثر من ما موجود. وبالعكس يعني مو معناته أنا ما أحب أثير ما موجود في على الساحة من النقابات ومن مشاكل في الاتحادات، لكن هي يعني على الأقل الندوة اليوم ما هي في يعني القراءة في تفصيل الشخصيات النقابية بحيث ان احنا نعرف من خلالها احنا بعدين وين. انت لو ما تعرف هذا الشيء هذا يعني الاسس للشخصيات النقابية انت ما تعرف موقع قدمك وينه، ومجرد ما تعرف انت بروحك قراءتك للمجمل النقابي الموجود في البحرين انت بروحك بتقيم هل نقابات فاعلة. طبعا ما أدري أنا من خلال قرأت حطيت عنوان للنقابة الفاعلة فأنتم بروحكم تقيمون هذا الشيء، ولكن مثل مؤكد على 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 يعني أنا مستعد نقعد نحط ورشة وليس ندوة تحت هذا العنوان واقع الحركة النقابية في البحرين، يعني هذا أعتقد مهم جدا إن إحنا يعني نشتغل عليه. ايضا نفس الشيء صديقي العزيز استاذ مكي، انا تبون اقيم الحركه النقابيه وكذا، نفس يعني انا اقول لك حركه نقابيه ضعيفه، وانا تحدث في ندوه اخرى حول دور تهميش الطبقه العامله واللي هي على 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 ضوءها تهمش النقابات. انت لما تهمش الطبقه العامله النقابات تاتي ضعيفه، لان انت ما تقعد تغذي النقابات بجماهير بقيادات جديده وكذا، هي تبقى متخلفه لان انت ما رشحتهم اليوم يبقون لين يطلعون تقاعد. والسبب ان ما في جماهير عماليه تتغير. ايضا لا ننسى واقعنا يعني الحالي لا يجب ان نسقط على السبعينات، يعني السبعينات كانت عندك طبقه عامله يعني شبه ثوريه شبه. والسبب لأن هناك قيادات عمالية أكثر وعياً أكثر إدراكاً، قيادات نقابية تضحي، عانت سجون معتقلات جوع تسفير، لا ما نبغي نجيب يعني أسامي، ربما إحنا في المنبر دونا بعض الأشياء في عندنا كتاب دروس وعبر يعني ممكن الكل يستفيد منه اللي بيطلع عليه. فهذا التقييم لا يمكن أحط لك أنا جيد، لا صعوبة، نعاني من صعوبات مختلفة. صحيح كلامكم إحنا من خلال
متابعتنا في القطاع العمالي لما يدور هناك تفكك شامل، هناك تناحر. هل النقابات تأسست من أجل التناحر؟ هل الاتحادات تأسست من أجل التناحر؟ ولكن هذا الموجود. لكن في نهاية المطاف إن الوميدي تحبونها يلا نسوي أستاذ وكي أستاذ حسن الواضي وأستاذ محمد، خلونا نقعد ونسوي الورشة واللي عنده يطلع، ومن حقنا إحنا ننتقد. النقد البناء من حقنا إحنا، هذا الموجود. وإحنا يعني مهتمين بشأن النقابة العمالية من حقنا نطرح أسئلة، لكن بعد يجب أن يعني نحط ما بين قوسين إنه يعني نقدنا يكون نقد بناء، ما في يعني غير البناء. ما نحب ندخل في شخصنة القضية ولا نحب يعني نقلل من أي شخص، بالعكس إحنا نحترم حتى يعني أي نقابي موجود، نقول له هذا هو مستواه، هذا هو موقعه، هذه أفكاره، هذه مستوى ما هو يعمل، إن كان يعمل لصالح الخاص أو يعمل لصالح الحركة العمالية والنقابة. وأنا أأمل وأشوى أن ما في وايد أسئلة، يعني كله بس أحترم كل ما طرح وأخذ بعين الاعتبار. شكرا لكم، تصبحون على خير.